هو رسالة من الشعب الإيطالي ومن الحكومة الإيطالية أيضا إلى شعبنا الذي حمى هذه الآثار وإلى جيشنا الذي أعاد يعني حتى الآن حوالي 20,000 قطعة أثرية من المناطق التي تم تحريرها. هي رسالة صداقة ودعم ومحبة من الشعب الإيطالي إلى شعبنا وإلى العاملين على حماية هذا التراث الثقافي السوري العظيم.